جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى كل خير شيخ صالح. يسأل أيضا ويقول: هل الصياح جائز عند سماع القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذ أن عندنا أناس إذا سمعوا هذا يصرخ الواحد منهم دون شعور، مع العلم بأننا قد نبهناهم وسألناهم لماذا تفعل هذا، فيقولوا: أنوار تنزل علينا ولا نستطيع تحملها. البكاء من خشية الله عز وجل أمر مطلوب عند تلاوة القرآن أو عند سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الدافع من هذا الخشوع في القلب، لكن لا يبالغ في رفع الصوت والصياح والتشويش على الناس، ولما في هذا أيضا من الرياء والسمعة، فيخشع ويبكي لكن بدون تكلف وبدون رفع صوت ونحيب وما أشبه ذلك. أما قولهم هذه أنوار تنزل علينا فهذا كذب، هذا كذب، وربما يكون هذا من وسوسة الشيطان ليضلهم عن سبيل الله عز وجل. نعم.